كشف السيد محمد الزرقاني رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكه البحرين ان المملكه احرزت تقدما كبيرا في مجال مكافحه الاتجار بالاشخاص خلال السنوات القليله الماضيه مؤكدا محافظتها على التصنيف الاول في تقرير وزاره الخارجيه الامريكيه المعني بالاتجار بالاشخاص وشدد الزرقاني على ان المنظمه الدوليه للهجره تشيد بالتعاون القائم مع مملكه البحرين في جميع القضايا المتعلقه بالهجره بما يضمن تطبيقها بطريقة آمنة ومنظمة ومنظمة لمصلحة الجميع، معتبراً أن إدراك أهمية الشراكات هو أمر أساسي في النهج الذي تبعته مملكة البحرين للتصدي لهذه الجريمة، وكذلك وجود آلية إحالة وطنية تعمل بشكل كامل منذ العام 2018.